حينئذ اذا كان يعني سيبقى الملف مفتوحا حتى لو كتب هذا التعهد او اكيد سيبقى. واذا خلال هذه الاربع سنوات وهيئه التمييز رفضت تمييزه حينئذ يخضع للمساءله وللمحاكمه ويخضع لقانون هيئه المساءله للقانون للماده السابعه من الدستور. سيد السامر رأي من وجهه نظرك كيف يمكن فعلا هذا اذا كان هذا حلا صح اذا كان هذا بدقيقه كيف تنظر الى ذلك؟ نعم ممكن تعيد السؤال؟ فيما يتعلق بموضوع الحلول المطروحه الان، موضوع ان يكون هناك اعلان براءه ادانه للجرائم التي ربما لا هو الحلول نعم. الحلول يا سيد الفاضل ان تعرض هذه الاسماء على لجنه قانونيه، من يثبت انه اجرم بحق الشعب العراقي وارتكب جرائم او قتل او خطف او سرقه اموال عام يستبعد من عمله السياسيه، ومن لم يثبت عليه يمارس عمله السياسي. يعني انا اقول انه يستبعد القاده الكبار من النظام السابق والذين يعني هم كانوا اصحاب قرار واصحاب يعني اعمال كانت موجوده على الارض، اما الناس الابرياء يعني والذي لا تثبت عليهم جرائم او قتل او اجرام او سرقه مال عام يعني يرجعون الى العمل السياسي. طيب سعاده النائب كذلك بدقيقه، هل يمكن ان تتراجع الهيئه عن قرارها ويمكن ان يكون هناك ضغوطات تمارس على الحكومه وعلى المسؤولين العراقيين ويقبلون بما جاء به بايدن تاجيل الموضوع لما بعد الانتخابات بدقيقه؟ نحن منفتحين على كل الآراء والأفكار، ولكن في إطار عدم خرق الدستور وعدم التجاوز على القانون. وهيئة المساءلة والعدالة ليس من حقها أن تتراجع عن أمر إذا كانت تملك أدلة عليه. هنا لابد أن تحقق مع هيئة المساءلة والعدالة إذا هتكت حرمة شخص وأعلنت عن اسمه وهي تتهمه جزافا، فبالتالي هيئة المساءلة والعدالة لا تملك أن تتراجع إذا كانت لديها أدلة ووقائع. نعم هناك ثلاث خطوات مطروحة الآن للتداول، منها تقديم تعهد من قبل هؤلاء ومن المرشحين بالبراءة عن حزب البعث، ثانيا استنكار وإدانة كل جرائمه بعد السقوط وقبل السقوط، وثالثا إعطاء وقت للهيئة التمييزية وللمستبعدين أن يستأنفوا هذه القرارات، ومن حقهم أن يتثبتوا ويدققوا، وإذا كان هناك الوقت لا يكفي قبل الانتخابات ربما يتم حسم أكثر الملفات قبل، وإذا بقيت ملفات تحتاج إلى مزيد تثبت نعم من الممكن إعطاء مزيد واستقطاع الوقت، ولكن بالنتيجة الواقع القانوني لا يتغير طالما واقع يستند على أدلة ووثائق وعلى أمور موضوعية. من بغداد شكرا جزيلا لك، شكرا للمحلل السياسي الأستاذ حازم السمرائي من بيروت، وبطبع الشكر للسيد علي الحكيم أمين وعامي مؤسسة الإمام الحكيم معي هنا في الاستوديو. أشكر لكم أعزائي المشاهدين حسن المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة مع حدث جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.